واحد يقول ما معنى قول السيد أنا لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، وقوله أيضا نعم أيها العبد الصالح والأمين. يعني نحن بطبيعتنا عبيد ولكنه يسمينا أحباء. يعني في فرق بين ما نحن بطبيعتنا وبين التشريف الذي نأخذه منه. فلما يقول لنا أحباء يبقى نوع من التشريف وليس هو طبيعتنا.